ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازه. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني؟ طيب يا جماعه تمام، احنا نطلع على المزرعه واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينه البط. طب ايه يعني، هي بعيده مدينه البط دي؟ بعيده ايه؟ في الفيوم مدينه البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرمايه اي حاجه. بس بقى يا دي ظريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجه، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبد الله. يا جماعه استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكم ليه؟ احنا نشوف المجله العدد ده. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته؟ لا يلا. انا قتلته؟ انا قاتل؟ لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده؟ لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش قادر اتحرك. هاني استنى يا هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط.
اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجة ومين الحاج؟ الحاجة أمي تقابل الحاجة بوكي. أنت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. إيه ده؟ أبوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. وما قلتليش ليه؟ كنت أوصي عليها أبويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسلية. ما تخافش يا سيف. إهدى إهدى. السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحه عليه. تنسيش تعملي لي متابعه على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي يعني مؤاخذة، هما حلوا كلمات وبعدين قالوا قصة؟ مظبوط سعادتك. اه ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة. القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نقطك الا؟ ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز أذنه. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. طبعا. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلولة مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. لا بقى معرفش حاجة. متعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصة. انا قلت معرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده، انا مش هقول اي حاجة. طب وبعدين؟ ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن. وان شاء الله مش هتعرفه. عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي. دي مش حاجة تفتكريها وتفتخري بيها على فكرة. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زيارة لعمه عشان نسأله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجة. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه؟ يا عم انت بتعمل كده ليه؟
أصل جده ميكي كان يقصد بالجدة بطة الأستاذة فاطمة النقراشي. أنت موطي صوتك ليه؟ أصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ ألف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزه مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوه خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه. كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجله هديه بتاعت الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ اه طبعا عارف. كان هنا الجد بطه ساكنه في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، بلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بود؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي طب نسأل مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين؟ جيران مين يا حبيبتي؟ بيقول لك ما جاش من 40 سنة، يعني اصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو انتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه ما قاعدة في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. اه واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا. تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشيل لنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. انت متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ستي فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، are you sure؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم ذهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. انتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضه نفس الشغل. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذه اصل بسيب مفتاح العربيه معايا عشان اما اجي داخل مثلا مفاتيح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، اتفكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ اه بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذه عايزين يسالوا على حاجه. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزياره. زياره ايه؟ مؤاخذه انتوا مش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ اه ما انا اقصد زياره المكان كده اهو.
طب ماشي، هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبيه قوي. اسم الله قوي. هي دي الاوضه يا بنات؟ مدام بطة، الف مليون سلام عليكي. مالك؟ ايه اللي حصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنه، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطه موز لوحدها. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من اربع حروف، بندق. انت ايه اللي جابك هنا؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطة. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا، دول احفاد ميكي بيه. حبيبتي. يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي، دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا، دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي. عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها، اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. ما اعرفش ولا شفت رشيتها. بندق، ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا، دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه؟ حاجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه، ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبان. لا، بقول لك ايه، لا هتاخدي، يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي اتنين المره دي. يا جماعه دي بتقتلها بتقتلها. كفايه كفايه كفايه. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي انا وشيرين، وانا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي. لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا، العقد فين؟ وانت مالك انت ومال العقد؟ يا حرامية يا بيئة يا جربوعة، انت مالك يا بوليس يا نيابة؟ اصبري بس يا حاجة بطة، ما فيهاش حاجة. يا جربوع زي بناتك؟ انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق، انا بندق. بندق يا حياتي عليك، ازيك؟ بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد، انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي، دي مدام ايه؟ حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تقفر، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان تام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنط بس عايزين نفتشها. اوكي. لا لا لا، مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي. ايه ده، جايبة سندوتشات؟ سندوتشات بس اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت.
ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس. فيها قنبله، خلي بالك في السوستة. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد وهو. وعشان كله زرع ورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه ثانيه ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل. انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنرام حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط ال خد منديل اهو. ايه 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 وكالة من غير بواب. في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول بقى، يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ فضل حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك اهو يا بيه. معاك ممنوعات؟ انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار يا بيه. لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ بكل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضة الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. ايه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقده في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش اصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانيه فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه.
خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي ايه؟ الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد بالراحة. هو ده اللي انا حبيته. كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان، عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزية عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري، لكن اخاب بمصر كتير. وخيات الحسين، اسمعوني، انا كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين. انا كوستا، اسمعوني، انا عايز الكونسول بتاعي. انا كوستا اليوناني. يا نهار اسود.